الحمد لله الحمد لله يا ربي. اشكر كامل اللاعبين على المجهودات اللي قدمناهم سيختو الماتش اليوم. كاين الناس كانت كيما نقولوا كانوا حاطين في رسام بلي المقابله هذه راح تكون سهله، مي حنا ما كناش خمو في هذا، كنا خمو في لوبجيكتيف هو لي 3 بوا. الحمد لله هذه ان شاء الله تخلينا نبريباريو بها لي ماتش اللي جاي ان شاء الله. والله واش راح نقول لك، دوك الفرق كامل تسنى فريق تاع شباب الوزداد، خاطر بالك دخلنا في ليستوار 3 فوا كونسيكيتيف. حنا نخدموا واعيين بالمسؤوليه، اللي جوا اللي جاوا ثاني كيف كيف على بالهم واش كاين. انا ايكيب وحده اوبجيكتيف واحد، ان شاء الله ربي يوفقنا ان شاء الله. لي سيبورتر دوك من حقهم، خاطر الفريق هذا كبير وراه يزيد يكبر. ان شاء الله حنايا نديروا البوستيف ان شاء الله باش نفرحوهم. لي زوبجيكتيف تاع الفريق هذا راهو باين ان شاء الله. حنا خمو ماتش بار ماتش، عندنا لي ماتش دوزيام ابارادو ومن بعد لعبوا الشامبيونز ليغ، حنا خمو في الدوزيام ماتش ان شاء الله. فنوعدوهم ان شاء الله باش نقدموا خير من الموسم اللي فات ان شاء الله. تمام مختار بارادو سافا، يعني حيكون ان فري تيست ليكم فاس اون ايكيب لي دارت بريباراسيون، اللي حتكون بالك واجده كيما نتوما راكو واجدين. كيفاش راك تشوف هذه المباراه؟ صح مقابله ما راحش تكون سهله، فريق بارادو يقدم كره جميله، ماتش ديربي. حنا رانا كيما قلت لك دوك حنا ربحنا الماتش هذا، لازم ننساوه باش نحضروا بيا كوم يلفو ان شاء الله بروشان ماتش. ما راحش تكون سهل، مي عندنا كامل الامكانيات ان شاء الله باش علاش لا نفوزوا بالمقابله هذه ان شاء الله. دزاير تيوب، اول قناه الكترونيه في الجزائر.